السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. دائما مع لغة البرمجة سي ومع لابارتي ديال لي فيشي. بيان سور ماشي غير تعلمنا كيفاش نكريو فيشي وكيفاش نكريو فلو بينير، كيفاش ناخدو منو لي دوني نكتبو فيه نسدو داك لو فلو، يعني هادشي ما كيعنيش بانه صافي تعلمنا هادشي صافي نزربو على لي فيشي كيف ما كيديروا الاغلبيه. لا، يعني كيف ما كتعرفوا انا ديما فاش كنحاول انني نشرح شي حاجه كنشرحها بواحد، يعني بواحد الطريقه اللي كما كنقولوا كومبلي بارفي، يعني ما خصني نخبي عندي حتى شي حاجه. بيان سور الوقت ما كيسمحش انني باش ندخل معاكم في لي ديتاي ديال لي ديتاي ونتعمق، وهذه كنعطيكم كيف ما كيقولوا كنعطيكم الليمونه، ولكن اللي بغى يتلذذ بها مزيان راه خصو يقشرها. يعني ما عرفتش، المهم شي حاجه اختارتها. بغيتي تعرف اكثر، كل شيء موجود في الانترنت، اتروشيرشي. انا عطيتك العناوين، عطيتك بزاف د الامور، عطيتك لي فونكسيون اللي كتحتاج، يعني روشيرشي باش تزيد انك تستافد اكثر. ما كاين شي حوايج ولو اننا نجيبو التمارين داكشي ما غاديش نلقاوهم من غير الا طحتي في داك ميم بروبليم. يعني واخا دابا انا غادي نوريك كيفاش انك دير ديتيكسيون ديال لي زيرور سيرتو، وكيفاش تلقى الفاند فيشي ولا الديبي ديال فيشي، كيفاش واحد البوزيسيون انك تعرف لو نومبر دكار، يعني بزاف ديال الحوايج اللي غادي ينفعوك. بيان سور غادي ينفعوك، وفينا ينفعوك، يعني الا كنتي باغي تعمق مزيان في لونغ سي وتفهمها مزيان، ربما تصاوب هادي بروغرام اللي واعرين كنتي غير دايز مرور الكرام. ماشي نقولك هادشي ما يفيدكش، بيان سور راه دائما مفيد، ولكن يعني ما يكونش عنده ديك الاهميه الكبيره لي اتوقعها. دونك الجيستيون ديال لي زيرور، دونك فاش كنا كنشرحوا لي فونكسيون اف جيت سي مع جيت سي مع ديال لي سترينغ اف جيت، ربما تكونوا لاحظتوا بان تقريبا هاد لي فونكسيون كياخذوا لنا لو ميم تيب دروتور. دونك باش يقولوا لنا باننا راه وصلنا لا فان ديال الفيشي. بالنسبه للناس اللي ما شافوش لي فيديو اللي قبل ما غاديش يفهموني، دونك رجع شوف لي فيديو قبل باش تقدر تمشي معانا مزيان. يا اما كيلقى الفان ديال الفيشي يعني عاد كيحبس، يا اما كيوقع شي ايرور. دونك هادو هما لي دو كا لي بوسيبل، ما يمكنش انه يحبس في شي حاجه اخرى. دابا باش غادي نعرف انا بانه هذا راه لقى ايرور، لان لاحظتوا باننا كنا كنخدموا بميم فونكسيون اي او اف او 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 اف بلونغ اب فرونسي، دونك اند اوف فايل. دونك باش نعرف انا ديك اند اولا ايرور، يعني واش وصل لا فان اولا الايرور. دونك هنا فين غادي يجي الدور ديال هادشي اللي غادي نشوفو. كاين عندنا دو اولا تو مين فانكشنز، دو فونكسيون برينسيبال باش نديرو لا كلاريفيكاسيون ديال هاد لا سيتوياسيون هادي. عندنا اف او او اف يعني فايل، حيدو كاع ديك اف الاولى، لان اف الاولى ديما عندها علاقه بلي فلي فلي اند اوف فايل، والاخرى ايرور. يعني هاد لي دو فونكسيون هما اللي كيخليوني باش ندير لا ديستينغويش ما بيناتهم ولا لا ديفيرونس ما بيناتهم. دونك لا نشوفو لي دو فونكسيون. لا فونكسيون اف يوف كنعطيوها داك لوفلي، كنعطيوها داك الفيشي اللي كرينا. شنو كدير لنا؟ ريتورن اون فالور نون نول، كتروتي لنا واحد الفالور اللي ماشي نول الا لقات لا فان ديال الفيشي. الا وصلت لا فان ديال الفيشي يعطينا واحد الفيشي، الا لقات الا وصلت لا فان ديالو كتروتورني لنا فالور نون نول. ايرور كتروتورني لنا واحد الفالور نون نول حتى هي، غير هاد المره الا فلوكا الا وقع لنا واحد البروبليم او واحد ليرور. يعني فاش كان في ديك لو مومون او مومون فاش كنديروا داك دوك لي زوبيراسيون على داك لو فلي. حنا عارفين بان يعني كاع لي فونكسيون جيتس وجيت سي وهادي يعني كيروتورنيو لنا واحد لونتي اللي قلنا ديما تيكون زيرو اولا بوزيتيف، ما عمرو كيكون نيجاتيف وما يمكنش يكون نيل. الا روتورنا ليا نيل، الا عقلتو كنا ديما كنديرو الكونديسيون على اف
داك الفايل اللي كرينا كيساوي نول، يعني كان افيشي واحد ليرور. هنا هاد لي فونكسيون غير باش نفرقوا شحال هادي ما كناش كنعرفوا، كنا كنديروا فونكسيون وصافي. الى لاحظوا فاش لاحظتوا في واحد الفيديو فاش ما كانش عندنا الفيشي مكري ريتورن ليا ايرور، ولكن شنو هو نوع الايرور ما عرفناش شنو هو حنا داك الايرور. دابا هنايا غادي يبان لينا، يعني ملي ريتورن ليا في ايرور ما عرفتش انا واش داك الفيرور داك الفيشي ما عنديش اولا وصل لها فان ديال سميتو. يعني باش غادي نعرف انا واش ايرور اولا راه وصل لها فاه، زعما يعني فاش كنهضروا على وصل لها فاه يعني راه داك الفيشي خاوي اولا داك الدوني اللي كنقلب عليها راه ما فيهش وصل لها فاه وما لقاهاش. هنا فين جا الدور ديال هاد لي دو فونكسيون، هادي كترتورني ليا الا كان شي ايرور، هادي كترتورني ليا الى انه وصل لها فاه وما لقاش ليا ديك الريزلت اولا لا كان الفيشي خاوي. المهم هادي كتعني بانني راني وصلت لها فاه. نشوفوا واحد ليكزامبل، ها هو هنايا كيخدم هاد لي دو فونكسيون باش نشوفو لو تيب و لو بروبليم روتورني. دونك ليكزامبل سي دو سو يوتيليز سي دو فونكسيون بور ديتيرميني لو تيب دو بروبليم رونكونتري ا لا فونكسيون او لا بار لا فونكسيون اف جيتس. نكوبيو هادشي كدا نحيدو نجيبو لا دوزيام بارتي. ونشرحو ليكزومبل ديالنا ومن عارف بانه شويه ندخل معكم في شويه ديال التعقيدات، ولكن بالنسبه للناس اللي مشاو معايا ايطاب ايطاب في هادشي ديال لي فيشي راهم فاهمين. هنا عندنا فونكسيون خلاص مين، عندنا واحد يعني واحد الباف البافر فيه او البافر اش كنهضر البافر هنا يعني بحال كنهضر على الطومبون فيه 255 عطيناه لاطاي 255 لان قلنا ما يمكنش العقل رجعتو لي فيديو اللي قبل ما يمكنش انني نفوت لاطاي ديال 255 يعني 254 وعاد داك الكاركتر ديال فان فيشي. كرينا واحد الفايل كتلاحظوا بانه يعني في شي تيكست ماشي في شي بينير، وكان في شي بينير نديرو هنا بوان بين وهنا نديرو ار بي. دونك انا لا سي دي اوبن في المود ريدين او في مود ليكتور. هنايا الى هاد الفيشي بقى يعني بقات فيه لا فالور نول يعني راه ما تكرياش ليا هاد الفيشي روتورني ليا راه كاين ايرور. هنا غادي نجيو اف جيتس نعطيوها بافر ونعطيوها سايز اوف باف وداك البوانتور الا كانت كتساوي ليا نول برينت اف هاد البافر هذا يعني ايلس اف ايرور. الا كان عندي ايرور ايرور لوغ دو لا ليكتور افيشي لي ايرور لوغ دو لا ليكتور ايلس فان دو فيشي رونكونتري اكزيكوتيو ما تبقى. يعني شوفنا عندي شي حاجه شي ايرور اكزيت فيلر اند ديكلارد فيرست يوز ان ذيس فانكشن. اولا نجيو نديرو كوبي كولي من شي فونكسيون قبل ديرو هادو بثلاثة. باردون ما رديتش البال. هنا عطاني لو فيشي تيكست نا با بي اتر اوفير مي ما يقدرش يفتح داك لو فيشي. علاش ما قدرش يفتحو؟ لحقاش داك الفيشي ما عنديش. دونك نديرو ار بليس جو بونس يعطيني ميم ايرور. نديرو هنا مود رايتين دبل في ايرور لوغ دو لا ليكتور. لاحظتوا كيفاش كيتشونجاو لي زيرو. دابا ردوه ار ونمشيو تكست بوان تكست. السميه ديالو اش جي اش هو هذا. نفتح هاد لو فيشي نديرو ايديت كما كتلاحظوا ها هو خاوي.
انسوبريمي ندير اكزيكيتي غادي يعطيني بانه ما قدرش يفتح هذا الفيشي. علاش ما قدرش يفتحه؟ لان المود اير ما كيكريش لنا الفيشي الى ما كانش. اذا نفس الشيء غادي نجي ندخل هنا اش جي وغادي نكري داك الفيشي نيو تكست دوت تي اكس تي. ندير اكزيكوتي شوف بعدا واش تكريا ولا لا داك الفيشي اللي بغينا غير تكست بلا دوت تي اكس تي تكست وصافي. هانتو لاحظتو دابا ملي كرينا الفيشي هو عطاني فان دو فيشي رونكونتخي يعني وصل لفان يعني ما كانش عنده ايرور. فلوكا الاولى هو عطاني هنا علاش؟ لانه ما تكرياش له هذا الفايل هذا. شنو عطاني؟ عطاني هذا ليرور هذا لو فيشي ني با نا با بي ايتر اوفير. من بعد ملي عطي من اللي كرييت انا الفيشي لقاه دونك داز جا هنايا بغى ياخذ منه لي دوني. الفيشي عندي خاوي يعني ما لقى ما ياخذ منه اوتوماتيكمون ما عندوش هو ايرور يعني الفيشي راه ما فيهش شي ايرور. جا قرا مثلا كحدد الس هنا باش تبان لكم اف الس اف هاد اف هادي نها is if error و دونك هنايا ملي جا دار هاد الكونديسيون ديالو الاولى يعني قال هنايا عطيناه الا كان ديفيرون نول اي افيشينا شنو فيه لقاه بانه نول. علاش؟ لانه ما فيه حتى شي كتابه. جا فيريفا واش عنده ايرور اف ايرور اف بي لقى بانه ما عنده حتى شي ايرور يعني راه توصل بالفيشي ولكن ما فيه والو يعني داز الكونديسيون اللي من بعد لقى بانه الفيشي ما فيه والو عطاني فان فيشي رونكونتري. دابا نحاول نزيد فيه دي دوني باش تقدر توضح لكم الصوره اكثر. ايديت النور انريجستري نجي دابا نعاودو ليكزيكيسيون كما كتلاحظوا ها هو افيشا ليا انوار هذه المره ما افيشاش ليا ايرور لانه بيان سيغ ما عنديش انا ايرور حتى هنايا روتورنا ليا زيرو داكشي اللي متوقع يعني ما كان عندي حتى شي بروبليم. كنتمنى بان تكون وضحت لكم الصوره شويه. هنا سدينا داك الفلي يعني كوما تسدش اولا كان شي مشكله يافيشي لنا ايرور في لافيرميسيغ ديال الفلي ديالنا. كنتمنى بان تكون وضحت لكم الصوره وكنعتذر ديما باش فاش تبغيو تخدموا ب يعني بهاد لي فونكسيون باش ما تحمقش راسك ديما انكلودي هادو بثلاثة ديال الاس تي دي ديف والاس تي ديو والاس تي دي ليب. من الافضل انهم يكون عندك بثلاثة يعني باش ما تخلقوش لك مشاكل وراه ديجا هضرنا باننا كنحتاجوهم. دونك حند هنا دونك نوقفو غير هنا برك في الفيديو ان شاء الله الجاي نشوفو كيفاش نتبوزيسيون او سان ديال فلي يعني تعرف راسك اين بوزيسيون كاين. إلى ذلك ملحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.